ليزر عامل قلبان ومحقق نتائج حلوه قوي، الناس مش بتحس بالعمليه فيما بعد العمليه، ما فيش حد بيتعذب العذاب بتاع زمان. اقدر اقول التحضير اللي ما قبل العمليه ايه، وبعدين العمليه بتتم ازاي، وفيما بعد العمليه عايزاك تقول لي كل حاجه. بالنسبه للنسور، هو التحضير زي اي تحضير عمليات شرج، المعتاد ان المريض يتعشى عشاء خفيف، تمام، يعني أوكي. يكون حاجه مش تقيله، ويتعشى بدري، يعني يكون قبل الساعه 9 مساء لو هو هيعمل العمليه الصبح. بنقول له يشرب سوائل شفافه، السوائل الشفافه ديت اللي هي زي اليانسون، زي الميه، زي عصير التفاح، زي عصير الاناناس، الحاجات اللي زي دي. اوكي. ولازم يصوم 8 ساعات كاملين قبل الميعاد اللي هو هيتوجه في المستشفى، يعني 8 ساعات على الاقل، بحيث ان يكون القولون فاضي عشان خاطر ان احنا نقدر نعمل العمليه ونعمل الفحص اللي قبل العمليه كويس. المريض بيجي المستشفى، بيدخل سواء بقى هيتخدر كلي، هيتخدر نصفي، هيتخدر موضعي. هي ميزه برضه جراحات الليزر ان كل انواع التخدير يعني انا اجي لك وزي حالتي، ما انا ممكن تكون الحاله مش هتقدر تتخدر كلي، هو بالظبط، او انا عايز اتخدر براحتي نصفي، ما او انت بتقولي موضعي كمان، يعني اي حد عنده مشكله النسور الشرجي يقدر يعمل، ما عندوش مشكله في التخدير، اه يعني ما فيش اي مشكله، حتى لو عايزاه موضعي حضرتك بتعمل العمليه دي موضعي، لان انا بقول ده اجراء دكتور التخدير. طيب احنا ريحناكم اهو من موضوع التخدير، ما فيش كلام، ما فيش خوف من التخدير، هندخل خالص. بقى على العمليه نشرح ايه اللي بيتم في العمليه. اللي هنا دلوقتي ده كده القسطره بتاعه الليزر، أوكي. هي ممسوكه في حاجه اسمها سيتون، تمام، هنتكلم عليها من شويه. وبعد كده هي دخلت لحد الفتحه الداخليه بتاعه الماسور، وبعد كده تبتدي تكوي واحده واحده لحد ما يخرج بره من الفتحه الخارجيه. يعني بيحصل عمليه كي بالظبط مع التخلص من الناسور العصبي، الناسور الشرجي. هي الخطوه الاولانيه، يعني لو عدنا الفيديو تاني من الاول هيكون معانا دلوقتي. اوكي اوكي ودي اهم خطوه في العمليه، قفلت الفتحه الداخليه، دي اهم خطوه. هي دي سبب النجاح اصلا الليزر في علاج الماسور. كان زمان كان يعني هو هنا فضينا المحتويات بتاعه الماسور، اوكي، تمام، دخلت بجايد يعرفني الفتحه الداخليه فين، ماشي، وشديت لحد بره، تمام. ده هيمسك دلوقتي حاليا في القسطره بتاعه الليزر، اوكي، تمام. زمان كنا بنعملها كده، تمام، وكنا نسيبه لغايه ما يلم بعده بعد 3 شهور 4 شهور، لكن دلوقتي ده كان زمان، ده كان زمان. دلوقتي لا، هي القسطره دي هقوم جاي ماسك قسطره الليزر، هتمسك في الجايد اللي انا عامله، اوكي، هي هتخش لحد جوه من الفتحه الداخليه، يبتدي يكوي واحده واحده من جوه، بعد ما طبعا نظفنا وكحتنا الانسجه الميته وشلنا الافرازات وعملنا ده كله. زي ما احنا شايفين كده، وهي عمليه الكي شغاله دلوقتي بالليزر، بالليزر لحد ما يخرج بره، الانسجه بتبتدي تقرب من بعضها لان هي طاقه عاليه في نفس الوقت، الجسم بيمتصها، مش هنستنى بقى اسبوع ولا اتنين ولا حاجه في وقتها. ودي اهم خطوه كانت في عمليه الليزر، او كانت سبب ان نسبه النجاح بتاع عمليه النسور بالليزر انها توصل انها تعدي 90%، كانت الخطوه دي اللي احنا بناخد البدايه وبنخيطها او بنربطها بنقفلها تماما. كان زمان اول ما كان طلع الليزر كان بيقول لك ان هو يعني ده كلام مش هنكسف ان احنا نقوله، كان بيقول ان هو كان فاشل في علاج النسور، النسور الشرجي تحديدا. كان بسبب ان هو كانوا بيعتقدوا ان هو ان انا هخش بالليزر اكل من جوه واطلع من بره وخلاص الموضوع خلص على كده. حلو. لا، هو لازم الفتحه الداخليه بتاعه النسور ايا كان مكانها فين، يعني طبعا انواع النسور كتير جدا، خلاص، وده حاجه مهمه جدا ابقى عارف نوع النسور ايه، وان انا لما بشخصه اعرفه ازاي، ولما اجي افحص ازاي، فان انا لازم اقفل الفتحه الداخليه. لو انا ما قفلتش الفتحه الداخليه يبقى انا اكني ما عملتش حاجه. بعد كده بقى فطور بقى الموضوع، هقفله بخيط، اقفله بفايبرين جلو، اقفله ايا كان. المهم ان الفتحه الداخليه اللي هي بمعنى اصح بالبلد مسربه لي على بره، او ان هي عامله لي مخليه الافرازات تطلع على بره، دي لازم تتقفل. اوكي. ايا كان التكنيك بتاعها. وهو ده السبب اللي بيخلي الناسور الشرجي ما بيرجعش تاني، ان انا اصلا مسكت الاساس السورس، يعني المكان اللي ناتج عنه الناسور ده، فانا قفلته، فده معناه ان انا ما يرجعش تاني؟ لا، هو الناسور الشرجي حاجتين اتنين اللي يخلي نسبه الارتجاع بتاعته تكاد تكون منعدمه، او نقدر نقول انها نسبه قليله، مش هنقول انها 100%. ماشي. حاجتين، التشخيص بتاعه، فهو التشخيص بتاعه بيعتمد على الفحص بتاع الدكتور والتاريخ المرضي بتاع العيان، ان العيان يحكي له الموضوع كله زي ما حصل معاه من بدايته، وقعد قد ايه والكلام ده. دور يجي هنا دور الرنين المغناطيسي،
ان عشان احدد نوع الماسور، والماسور ده متشعب ولا مش متشعب، ومكانه ايه، لان عندي انواع ماسور كتير. حلو. خلاص لو معانا الصوره اللي هي بتاع الماسور اوريها لحضرتك. هتكون معانا. طيب دلوقتي معنى كده ان انا عندي انواع كتير للماسور. بالظبط. لو حضرتك شخصت غلط فبالتالي مش هيتم العمليه بصوره صحيحه. بص حضرتك، 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام، ومثلا مش بقيه الانواع مش موجود، واحنا اللي فاكرين هو نوع واحد ورايح. يعني في مثلا بيعدي ما بين العضله الداخليه والعضله الخارجيه، في اللي بيبقى قاطعها بالعرض، في اللي بيبقى فوقيها، في اللي بيبقى تحتها. طب انت بتشوف ده ازاي دكتور؟ يعني ده انت بتشخصه ازاي؟ يعني هل في اشعه بتتم قبلها؟ اشعه رنين مغناطيسي. اشعه رنين مغناطيسي، فحضرتك بتشوف المكان الصح. اشوف. فبالتالي بتحدد على اساس المكان نوع الماسور، امتداده وامتداده وطوله. تمام. واذا كان متشعب ولا مش متشعب. ما انا لو دلوقتي مثلا الماسور ده 3 فروع وانا حرقت قناه واحده، تمام، الاثنين التانيين موجودين، الماسور لا. وخليني اقول لك بقى، انا عشان تعرف ان انا شاطره ومركزه معاك، انا هاجي معاك العمليه على فكره.